اهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، وحلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة ومادة الساينس. طبعا النهاردة ان شاء الله هنخش في يونت جديد، يعتبر اللي هو اليونت 3. خدنا يونت 1 بالكامل وخدنا يونت 2 ورجعنا على يونت 1 ورجعنا على يونت 2 الحلقة اللي فاتت، وعرفنا ممكن لو كان في هيبقى في امتحانات. طبعا هي استبدلت بالابحاث والمشاريع البحثية، طبعا كانت احنا اتدربنا عليها بشكل وافي جدا، وانتوا كمان بصراحة كنتوا ممتازين جدا، لان هقول في اخر الحلقة نظام التيست اللي انتوا عملتوه، كم واحد المفروض حله، كم واحد حصل على الدرجة النهائية. فانا الحقيقة يعني فخورة بيكم ان كنتوا تفاعلتوا تفاعل قوي جدا يعني، وده متوقع منكم من طلبة متميزين زيكم، وده باين من الناس اللي جابت الدرجات النهائية كلها يعني. طبعا احنا دلوقتي هنتعامل مع مشاريع بحثية، طبعا احنا اول ما يتم الاعلان عنها ان شاء الله باذن الله هنكون معاكم خطوة بخطوة ازاي تقدروا تعملوا بحث متميز، طبعا لما يتم الاعلان عن الشروط وما ويتم الاعلان عن طبيعة المشاريع البحثية هيبقى شكلها ازاي. طيب قبل ما انت تعرف المشروع البحثي، المفروض انك انت تعرف الموقع ده، المفروض انت تستفيد منه ازاي او تيجي تعمل سيرش عليه ازاي. يعني مثلا النهاردة احنا هناخد اول موضوع في يونت 3 اللي هو The Solar Eclipse. المفروض ان انا هعرف كل حاجة عن يعني نظام حلقتنا هيبقى ازاي. اول حاجة هدربك ازاي تعمل سيرش على اسم الدرس ده على الموقع اللي هو بتاع المذاكرة الرقمية، المنصة اللي هي معمولة لحضرتك عشان تقدر تستفيد منها. طب دي هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها مصادر تعليمية مختلفة جدا، ومثلا انت جيت اتفرجت على فيديو مثلا وعجبكش بيشرح الدرس، انت تقدر تتفرج على فيديو تاني بيشرح الدرس ممكن بطريقة افضل. مثلا هي كل المصادر بصراحة تم اختيارها بعناية جدا، وعندك اكتر من مصدر، ده اللي بيميز انك انت تيجي تذاكر مذاكرة رقمية، يعني انت مش مرتبط بحد واحد بس هو اللي بيشرح لك المعلومة. يبقى اول حاجة هقول لك ازاي تخش على الموقع المنصة اللي هو الرقمية، وتقدر انك انت تعمل سيرش على الدرس اللي احنا بناخده ده وتقدر تستفيد منه ازاي، وهديك كمان اللينك لو انت عايز تتفرج على اللي احنا هنقوله بعد شوية. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة هشرح لك كل تفاصيل الدرس موجود فيها ايه. تالت حاجة هقول مين اكتر محافظة ومين الناس اللي هي المفروض جابت الدرجة النهائية، ونشوف هنوصل لأسمائها ازاي، وهنعرف النهاردة ممكن هنعمل ايه، والتست هيكون بشكل مختلف عشان يبقى نبقى فير شوية في اعلان النتائج. طيب تعالوا نبص بقى ازاي اول حاجة هنخش على المذاكرة الرقمية المنصة بتاعتها، وازاي هنقدر ان احنا نحصل على الفيديوهات او المصادر التعليمية المختلفة. اول حاجة حضرتك بتكتب اللينك ده وعشان تقدر تخش على الموقع، يبقى اللينك ده بالنسبة لك اهم حاجة حضرتك كده. لو انت ما عندكش اللينك او انت ما لحقتش ان انت تكتبه لما تم الاعلان عنه، حضرتك بس بتاخد صورة للشاشة اللي حضرتك قدامك، وبعد ما تخلص الحلقة ممكن تجرب اللي احنا بنقول عليه بالتفاصيل. يبقى اول حاجة حضرتك بتكتب اللينك ده عشان تقدر تخش على الموقع. تاني حاجة، يبقى اول خطوة كتبت اللينك، تاني حاجة لما بكتبه بيظهر لي الصفحة اللي قدامي دي، هتلاقي كلمة ايه؟ ذاكر الآن. دي المفروض ان انا بدوس عليها. طب انا عايز احول المواد دي لمواد انجليزية، اللي احنا لان احنا بنتعامل مع مادة الساينس وهي باللغة الانجليزية، فانا بدوس على كلمة ايه؟ انجلش. يبقى بدوس على كلمة انجلش عشان تتحول المواد والصفحة للغة الانجليزية، وبدل ما هتبقى ذاكر الآن هتبقى study now. طب انا غلطت ودخلت بيها عادي بالعربي كده من هنا، عادي هتلاقي ايكون برضو من جوه فيها انجلش، المفروض بتدوس عليها هتحول لك المواد للغة الانجليزية. يبقى سريعا كده، يبقى اول حاجة بكتب اللينك، تاني حاجة عندي باجي ادوس على اللغة اللي هي انجلش عشان احول الصفحة للغة الانجليزية، وبعمل study now بدوس عليها عشان تظهر لي المواد اللي عندي.
تاني حاجة تظهر لي الايه المواد زي ما هي واضحة قدام حضراتكم كده. طب انا عايز مادة ايه؟ انا عايز مادة الساينس، هلاقي مادة الساينس في الاخر اخر سطر كده، ودي الايكون بتبقى بتاعتها، وباجي ادوس عليها عشان توديني للمواد المفروض المواضيع الدراسية اللي موجودة جوه مادة العلوم اللي هي مادة الساينس. بعد كده ما بدوس على مادة الساينس بتظهر لي الصورة بالمنظر ده. طب انا عايز اكتب مادة معينة او عايز موضوع معين ادور عليه، بعمل ايه بقى؟ لازم اكتب اسم الموضوع هنا في السيرش، يبقى لازم بكتب هنا ايه اسم الموضوع في السيرش. يعني لو هو مش واضح قدامكم انا هعمل لكم عليه كده زي ليزر كده، بكتب اسم الموضوع هنا. يعني انا جيت كتبت مثلا ذا سولار اكليبس، جاب لي كل الحاجات المصادر التعليميه المتنوعه المختلفه عن السولار ايه اكليبس اللي هو درس النهارده. طبعا هو جاب لك كل الحاجات اللي موجوده على الموقع بتتكلم عن الموضوع ده. طب انا عايزه بس اللي هي مرتبطه بالصف الدراسي بتاعي، يبقى هدوس على ايه الصف الاول الاعدادي دي، وبعد كده حدن هي هتفلتر لي المواضيع او المصادر التعليمية على ايه الحاجات اللي انا بس محتاجها في مدرسة دراسية. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هتبقى في حاجات ايه متنوعة كتيرة جدا. طيب لو انا عايز بعد ما انا اخترت اي فيديو من الفيديوهات اللي موجودة وعايز اشغله، انا مثلا خدت كده زي فيديو ايه مكتوب فيه سولار اكليبس، عايز اتفرج عليه يا ترى هو موجود فيه ايه، فدوست عليه، دوست على مصدر من المصادر دي. طب اشغله ازاي؟ اشغله من كلمة اسمها لانش. لانش دي يعني المفروض ان هو هيبدأ لك العرض بتاعها وهيفتح لك صفحة جديدة بالمنظر ده، هتلاقيها بالمنظر ده، هيشرح لك كل حاجة مرتبطة بالدرس. طيب انا ما عجبنيش الفيديو ده اروح قفله، او انا فاتح مصدر تعليمي اخر بيشرح لي الموضوع بطريقة اكثر تشويقا. ده اللي بيميز عندك المنصة الرقمية او منصة المذاكرة الرقمية، انك انت لما بتيجي تتفرج على حاجة او تيجي تستمتع بحاجة لو انت ما استمتعتش بيها بتقدر انت تشوف ايه اي فيديو اخر. طيب انا مش عايز فيديوهات، انا عايز مثلا انا مذاكر الدرس وعايز ان انا اعمل تيست لنفسي كده اشوف نفسي يا ترى انا المواد او المادة نفسها او المفروض الموضوع اللي انا ذاكرته ده عايز اشوف نفسي فيه يا ترى انا مذاكره كويس او فهمته ما فهمتهوش وهكذا. انا جيت رحت من المصادر اللي موجودة، كان في حاجة اسمها تيست اون ذا سولار ايكليبس. طيب عايز اشوف نفسي يا ترى التيست ده انا شغال فيه ولا لا، او انا عايز اعرف اذا كان مستواي فيه ايه، باجي برضو بدوس على كلمة ايه لانش. لانش دي برضو هتعرض لي المصدر ده هيكون جواه ايه، وبيتم عندي التيست زي ما انت شايف بالمنظر ده يعني. وبعد كده بقعد بقى اشوف بقى هنا مثلا عندك 15 سؤال على الدرس ده بتقدر تحله، وكل سؤال فيه بيقول لك اذا كنت انت جاوبته صح او لا. يبقى انت بالنسبة لك كده على المنصة المذاكرة الرقمية، يبقى انت تقدر تحصل على فيديوهات، مش شرط فيديوهات بس، هتلاقي ممكن صور كمان، مصادر تعليمية مختلفة. بعد كده لو انت عايز انك انت بعد ما تخلص شفت المصادر كلها عايز تعمل تيست على اللي انت انجزته او اللي انت فهمته وتشوف نفسك فعلا فهمت الموضوع ده ولا لا، بتلاقي فيه تيست بيبقى اونلاين بالمنظر اللي هو واضح قدامكم، وعندك مصادر متنوعه بقى كتيره جدا جدا، ومش تيست واحد لا، ده ممكن تلاقي اكتر من تيست وبطرق مختلفه تقدر تقيس بيها مستواك لو انت حابب حاجه زي كده. انا عارفه ان ما بقاش في امتحانات وفي مشروع بحثي، بس اول حاجة للمشروع البحثي انك انت تعرف تبحث عن الحاجة دي ازاي، يعني اعرف استخدم الاداة دي ازاي. فيما يطلب مني بقى بعد كده مش مشكلة هيطلب مني ايه، بس المهم ان انا اعرف الاول استفيد من الاشياء دي ازاي. طيب انا حابب اتفرج على اللي حضرتك كتبتيه ده او اللي حضرتك عرضتيه، برضو لو انت عندك كيو ار كود ريدر
برنامج، يا اما تاخد سكرين شوت او انت خد كده صورة للشاشة اللي قدام حضرتك، وبعد كده يبقى اقدر ان انت تتفرج عليهم براحتك. دي هتجيب لك الفيديوهات على طول اللي بتتكلم عن موضوع النهاردة، مش فيديوهات بس، المصادر المتنوعة اللي موجودة على الصفحة. حضرتك بس يا اما بتعمل سكان على طول وهتلاقيها ظاهرة قدامك، يا اما بتكتب اللينك عشان في ناس ممكن ما يكونش معاها موبايل حديث انها تنزل البرنامج بتاع الكيو ار ريدر. تمام، انا هسيبها لك كده برضو دقيقة كده ولا ثانية ثانيتين. تمام، بس انك انت مجرد بتصورها، بعد كده انك انت بتتعامل معاها بالظبط. طيب النهاردة تاني بقى جزء في الحلقة، النهاردة هنتكلم على زي السولار اكليبس بالتفصيل شوية ونشوف هو بيتكلم عن ايه. هنا بنتكلم عن المفروض كسوف الشمس، يا ترى بيحصل ازاي؟ ده اللي هنتكلم عليه في الحلقة. مدته قد ايه، وايه المفروض الانواع اللي احنا ممكن نشوفها في السماء لكسوف الشمس. طيب اول نوع عندي، او ايه هو، عبارة ايه او بيحصل ايه؟ خلي بالك ان اول حاجة ان the moon rotates around the earth in oval orbit. خلي بالك ان المون بيجي يدور حوالين الارث، بيدور حوالين كوكب الارض في مسار بيضاوي، تمام، والاتنين دول بيدوروا حوالين الشمس برضو في ايه، في مسار بيضاوي. The earth revolves with the moon in oval orbit around the sun. الاتنين دول هما بيدوروا حوالين بعض، يعني عندك المون لما بيجي يدور حوالين الارث، وبعد كده الارث تدور حوالين الصن، يبقى الاتنين دول بيدوروا في مدارات بيضاوي. المون هيدور في مدار بيضاوي، الارث هيدور في مدار بيضاوي حوالين ذا صن. تمام، طيب ايه اللي ينتج بقى وهم بيجوا يدوروا حوالين بعض؟ ده هنقوله بعد شوية اللي بينتج عندي ويديني ذا سولار اكليبس. بس قبل ما نتكلم عنه لازم حاجة مهمة جدا نعرفها، الشادو، الظل. الظل بيتكون امتى؟ The shadow is a dark area that the light doesn't reach it. هي المفروض المنطقة المظلمة اللي الضوء مفروض ما بيوصلهاش. طب ده ما بيوصلهاش ازاي؟ يعني امتى يحصل الظل ده او الشادو ده يتكون؟ الشادو ده is formed when a dark body is put in front of a source of light. يعني اي مصدر للضوء حطيت فيه جسم مظلم او معتم. معتم يعني ايه؟ ما بيخليش الضوء يسمح من ايه، من مرور داخله، يحصل ايه، يكون لي منطقة سودة لمكانه، لان هو الضوء هنا ما وصلش للمنطقة دي نتيجة لان الجسم ده لا يسمح بمرور الضوء ايه خلاله. يعني عندك ده جسم انسان مثلا، جسم الانسان ده مش هيخلي الضوء يعدي من خلاله، فهو حجز الضوء هنا، فتكون بداله منطقة ايه، مظلمة هنا نتيجة ان الضوء لم يصل ايه الى الجزء ده. تمام، انت ممكن تجربها في البيت بحاجة بسيطة جدا، ممكن انت تجيب كشاف، تمام، كشاف موبايل او كشاف اي حاجة تانية كده، وتيجي ان انت توجهه قدام ايدك، وعندك مثلا ايه حيطة من الجهة الاخرى، عندك الجزء ده لو انت، انا جيت وجهت المفروض الكشاف على ايدي، فهنا ايدي ايه حجزت الضوء، حجزته يعني ما خليتش الضوء يعدي من ايه، من خلال ايدي، فهتتكون منطقة من الظل على الحيطة اللي الحائط اللي بيبقى موجود بتيجي لايدي. ودي تقريبا انتوا خدتوها في سنة خمسة في الترم الاول في ذا لايت، في الضوء. وخلي بالك ان مادة الساينس بتكون مرتبطة بايه، ببعضها. لما كنتوا انتوا المفروض بتعملوا بقى، المفروض لما امتى الظل يكبر وامتى الظل يصغر، لو انت جيت قربت او بعدت عن مصدر الضوء ده انت تقدر انك انت تعمله، عشان برضو تقدر تستوعب اللي انا لسه هتكلم عليه، ان ازاي بيحصل كسوف الشمس دوت او السولار ايكليبس في الفضاء. طيب تعالوا نبص كده بقى ايه هي الانواع بتاع التايبس اوف شادو اللي ممكن ان انا اقابلها. زي ما هيبص كده هتظهر قدامكم، عندك الشادو اللي هو الامبرا، دي كده اسمها ايه، امبرا، اللي هي المنطقة المظلمة جدا زي ما انتم شايفينها. The dark inner shadow in which total solar eclipse appears. لما
المفروض ان زي ما هناخد شويه بعد شويه ان المون لما يقع في المنطقه المظلمه دي هي المفروض دارك انر شادو، يعني منطقه مظلمه جدا اللي هي زي ما انتم شايفينها حتى هي باللون الاسود الغامق. لما بيقع فيها المفروض المون ده بتتكون عندي حاجه اسمها توتال سولار ايكليبس، وهشوف ازاي هي بتتكون. يبقى الامبرا دي هي دي الشادو، الشادو اللي هي المنطقه المظلمه اللي متكونه وبتبقى شديده الظلام. عندي تاني نوع عندي اللي هو ذا سيمي ايه شادو، السيمي ايه شادو اللي هي منطقه شبه الظل اللي هي بنامبرا اللي هي زي ما هي واضحه قدامكم شويه، بتلاقوا فيها الظل فيها باهت شويه. يعني هنا حتى في التعريف بتاعها ذا فينت اوتر شادو، يعني اللي هو شبه الظل ده يعني ايه ظل باهت شويه. ان ويتش بارشال سولار ايكليبس ابيرز، اللي بيكون فيها المفروض اللي هو كسوف شمسي بيكون جزئي. تمام، لو وقع في المون في اي منطقه من هذه المناطق. طيب النوع الثالث بقى اللي هو او النوع الثالث من الشادو اللي هو الكون شادو اللي هو مخروط الظل اللي هو انتامبرا، اللي هو ده the dark area formed when dark object become nearer to light source in which annular solar eclipse appears. يبقى عندك ده بيحصل امتى؟ لما هي منطقة بتكون مظلمة، لما بيكون الجسم قريب من مصدر الايه الضوء وبيتكون فيها annular solar eclipse اللي هو بيكون كسوف شمسي حلقي. طيب يبقى انا كده عندي ثلاث انواع من التايبس اوف شادو، ثلاث انواع مهمين جدا هما اللي بيتحكموا في اذا كان يتكوني بقى توتال او بارشال او ايه انيولر. تمام، الفرق ما بين الثلاثه الوقوع المون في اي منطقه من الظل الثلاثه دول. اول واحده عندي اللي هي الايه امبرا، دي المنطقه بتبقى مظلمه جدا خالص جدا زي ما احنا كنا شايفينها اللي هي بتبقى لونها اسود. تاني نوع اللي هي اللي الشادو اللي هي بنامبرا، ودي بتبقى ايه ظل بس ايه باهت شويه، يعني مش منطقه بتبقى مظلمه جدا، لا بتبقى ايه باهته. طب والتانيه اللي هي بتكون بتكون لي الانيولر وهي اللي هي انتامبرا، وانا كنت دايما بعلمهم بحاجه كده هقول لكم عليها بعد شويه وانا بشرح التوتال بيحصل ازاي والسولار اكليبس نفسه بيحصل ازاي. يبقى انت عندك حاجتين مهمين جدا، انت عرفت ان المون revolves around the ايه the earth، يبقى اول حاجه ان المون بيدور حوالين الارض، والارث بيدور ايه بيدور حوالين revolves around مين the sun. تمام، in oval path يعني ايه بيكون او oval orbit يعني مدار بيضاوي او مسار ايه بيضاوي. تمام، دي اول حاجه عرفت ان في ثلاث انواع للشادو بيبقوا موجودين، حاجه اسمها امبرا ودي بتبقى مظلمه جدا، حاجه اسمها بنامبرا اللي هي بتبقى شبه الظل، وحاجه اسمها انتامبرا اللي هي بتبقى مخروط الظل ده اللي ما بيكونش واصل ليها المفروض الضوء وبتبقى منطقه مظلمه بس بيكون الجسم فيها قريب من اللايت سورس يعني مصدر الضوء اللي عندي. طيب فكره السولار اكليبس برضو بتحصل ازاي؟ انت قلتي لي الظل وقلتي لي ان المفروض الاجسام دي بتدور حوالين بعضيها ازاي؟ طب فكره السولار اكليبس بتحصل ازاي؟ تعالوا نبص مع بعض. السولار اكليبس بيحصل it occurs when امتى؟ لما المون the moon comes between the earth and the sun on one straight line، يعني التلاتة بيكونوا موجودين يعتبر او تقريبا على خط ايه واحد، ومين بيكون موجود في المنتصف؟ المون. يبقى المون بتبقى ما بين الصن وما بين الايه الارث. اللي بيحصل المون دي عاملة ايه؟ هي جسم ايه المفروض مظلم. تمام، وقع الضوء ايه عليها هيحصل ايه؟ هتكون لي ظل، الظل ده مين اللي هيشوفه؟ احنا بقى، احنا المفروض الظل ده بيتكون واحنا بقى بنشوف نتيجته بالشمس اللي احنا بنشوفها بالاشكال المختلفة اللي احنا هنشوفها بعد شوية. طيب عندي لو وقع
المون في المنطقة دي اللي احنا لسه مسميينها اللي هي الامبرا، بتكون بتكون لي حاجة اسمها توتال سولار اكليبس، يعني كسوف شمسي كلي، يعني ما بشوفش من الشمس حاجة يعتبر الا يعني ايه، يعتبر بتبقى متغطية تماما. طيب لو المون وقع في هنا في الجزء البارشل سواء هنا او هنا، ده بتعمل لي اللي هو في منطقة البنمبرا بيكون لي حاجة اسمها بارشل اكليبس اللي هو كسوف شمسي بيكون ايه جزئي. طب لو وقع هنا بالقرب المفروض في القرب من مصدر الضوء في منطقة الانتمبرا بتعمل لي حاجة اسمها انيولار اكليبس. يبقى اهم حاجة او اهم فكرة عندي الاولانية عشان نفهم اللي جاي، ان السولار اكليبس ده بيحصل امتى؟ لما المون وبتكون ما بين الارث والايه الصن. لما بيكونوا امتى؟ لما بيكونوا هم كلهم تقريبا on one straight line، لما بيكونوا تقريبا هم التلاتة موجودين على خط ايه واحد. لو جيت تخيلت كده انت هتلاقي اساسا احنا قلنا المون بيقعد يدور حوالين مين؟ الارث، تمام. فلو صادف ان هو بيبقى موجود في المنتصف ما بين الارث والصن بيكون لي حاجة اسمها the solar eclipse طبعا، وده هنعرف ان هو بيحصل كل قد ايه تقريبا زي بالحسابات اللي هي العلمية. يبقى السولار اكليبس احنا عرفنا ان هو بيبقى موجود لما او بيحصل لي لما بتكون المون بين الارث والصن. طب انا بشوفه امتى؟ بشوفه الصبح ولا بشوفه بالليل؟ لا، انا بشوفه it's seen at a morning only، انا بشوفه بس في الصباح فقط، تمام. طيب يا ترى الديوريشن بتاعته اللي هي الفترة بتاعته الزمنية بتقعد قد ايه؟ يعني لو حصل سولار ايكليبس يحصل قد ايه؟ يقعد في تقريبا ما بيزيدش عن 7 minutes and few seconds، يعني شوية ايه ده عندي 7 دقايق وشوية المفروض ثواني، ده بتحصل فيه اللي هي ظاهرة السولار ايكليبس اللي هو الكسوف الشمسي، يبقى ما بتزيدش عن ايه 7 minutes and a few seconds. ال types of solar eclipse differs due to the movement of the moon in front of the sun. ليه بقى؟ ليه المفروض ان في انواع عندي هتتكون اللي هم التلات انواع اللي انا لسه بتكلم عنهم بيكونوا على ليه؟ على حسب تبع اللي هي حركة المون قدام مين؟ الصن. ليه بقى؟ عشان because it depends on the part of the sun that the moon hide، هي بتعتمد على الجزء اللي المون هيخبيه من الايه الصن، فهيكون لي اللي هما التلات انواع اللي احنا لسه هنتكلم عليهم بالتفصيل. طيب اول نوع عندي اللي هو ايه؟ التوتال سولار اكليبس، ده بيبقى المنظر بتاعه لما بيجي ايه يحصل التوتال سولار اكليبس اللي هو الكسوف الشمسي الكلي، بيبقى بالمنظر اللي واضح قدام سيادتكم ده. ده بيحصل امتى؟ بيحصل that is formed in the shadow area umbra، لما بيكون امبرا اوف ذا ايه مون، لما بيكون المفروض المون موجود في المنطقه او اللي هو ظل اللي بيخبي او بيبقى موجود في منطقه الامبرا اللي هي منطقه الظل اللي هي الدارك قوي اللي احنا كنا لسه شايفينها في الاول خالص، and in which we can't see the sun completely، وده ساعتها احنا ما بنشوفش الصن completely، ما بنشوفهاش تماما، بتبقى تقريبا بالشكل الواضح قدام سيادتكم ده، حتى ممكن كمان الضوء اللي هو اللي ظاهر ده ما بنشوفوش. يبقى ده اسمه total solar eclipse، بيحصل لما في اني منطقة؟ بيبقى في منطقة الايه الامبرا. طيب الجزئي بقى البارشال سولار اكليبس اللي هو الكسوف الشمسي الجزئي بيحصل امتى؟ لما بيكون ذات از فورمد ان ذا ايه سيمي شادو، لما بيكون في منطقه الظل او منطقه شبه الظل اسفه اللي هي البنمبرا اوف ذا مون اند ان ويتش وي كان سي بارت اوف ذا ايه سان، هي بارشال، بارشال يعني ايه جزء،
فانا اكيد مش هشوف ايه، هشوف ايه من الصن زي ما هو واضح قدامكم كده، بارت اوف ذا ايه صن. انت لو بصيت كده مين اللي حاجز الضوء بتاع الشمس ده؟ مين؟ هتبقى مين؟ المون. المون بتكون هنا في منطقة الايه؟ البنمبرا اوف ذا مون اند ان ويتش وي كان سي بارت اوف ذا صن. وبعد كده احنا كفاءة موجودين على كوكب الارث بنيجي نشوف الايه؟ جزء بس من الشمس، نتيجة ان المون حجزت جزء من الضوء بين ان الضوء وقع على المون هنا، فحجزت الضوء عننا في الارض ان احنا نشوفه، فبنشوف بس الجزء من الايه؟ الصن. وانا عشان برضو غششك كده، بص هتلاقي ده لو هي كان في امتحانات مثلا، او انت كنت عايز لو انت تعرفها عشان تبقى ذكي كده معاك، عشان تبقى عارف الفرق ما بين التوتال والبارشال والانيولر. بعد شوية البارشال زي ما انت شايف كده بتبقى في منطقة البنمبرا، شايف هنا ايه بدأ بايه وهنا بدأ بايه؟ بي برضو. فانا بالنسبة لي اقدر ان انا اعرف على طول البنامبرا موجوده جوه في منطقه الايه؟ البارشل، وبتديني ايه؟ بارت، يعني 3 بي. يعني بالنسبه لي 3 بي دول بالنسبه لي بيبينوا لي اذا كان اقدر اعرف اذا كان ده توتال او بارشل او انيولر، عشان اقدر افتكر للناس اللي هي بتقعد تنسى او ما بتتذكرش المعلومات، والمعلومات تحس ان هي دخلت في بعضيها. تالت نوع عندي اللي هو الانيولار سولار اكليبس، اللي هو بيبقى الحلقي، يعني بشوف كده كأن المون بتبقى موجودة جوه كأنها جوه الصن، وبس باين حلقة صغيرة جدا بتبقى حوالين المون، هي دي اللي باينة من الشمس. بس بتتكون امتى؟ That is formed when the moon is in a higher orbit from earth, so its cone shadow doesn't reach the earth and the sun appears as a lighted ring. يعني الشمس كده هي المفروض بتتكون لما بيكون القمر موجود في مدار المفروض بعيد عن الارث شوية، يعني هنا كده بيبقى قريب من الصن لان هي مصدر الضوء، وبتديني زي مخروط كده من الظل اللي هو بيبقى منطقة مظلمة بنتيجة ان هي اتكونت لقرب المون مثلا من الصن، فبالنسبة لي بتديني الرينج لايتد رينج زي اللي هو واضح قدام سيادتكم ده، بيبقى المنظر ده. يبقى احنا شفنا كده ثلاث انواع للسولار اكليبس، اللي هو التوتال اللي هو بيخبي لي تماما الصن انا ما بشوفش حاجة منها، ده التوتال سولار اكليبس. وليه؟ عشان هو بيبقى موجود المون في منطقة الامبرا، فهي بتحجز لي الضوء بتاع الشمس فبيظهر ليش حاجة من الشمس. طيب البارشال ده بيبقى في منطقة البنمبرا اللي هي منطقة شبه الظل، وبيظهر لي بس جزء من ضوء الشمس بيوصل لكوكب الايه؟ الارث، ساعتها ده اللي احنا بنشوفه. في تالت نوع اللي هو الانيولر اللي هو سولار اكليبس اللي هو الكسوف الشمسي الحلقي، وبيحصل امتى؟ لما بيكون في المون في منطقة الانتمبرا، يعني وبيكون اللي هي المنطقة اللي بتتكون فيها نتيجة ان المون بيبقى قريب من شوية من اللايت سورس وبعيد عن الارث، فتحس ان هو خد كده صغر او هو الحجم بتاعه راح ان هو مغطي جزء كبير من الشمس، لكن بيني بس من الشمس حلقة هي اللي بتبقى مضيئة فقط. تمام، يبقى انا عندي كده تلات انواع. يبقى انت الاول اول حاجة حضرتك بتشوف التايبس اوف شادو ايه، هما التلات انواع اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول، الامبرا البنامبرا الانتامبرا، وتعرف ان في تلات انواع بيتكونوني من السولار اكليبس، التوتال البارشال الانيولر. ده الفرق ما بين التلاتة مرتبط بمنطقة يا ترى هو هيقع في أي منطقة، وبالنسبة لي السولار إيكليبس بيبان لي ازاي واحنا بنكون شايفينه ازاي. طيب يا ترى هل ده هيكون سيفتي قوي بالنسبة لنا لو هي حصل الكسوف الشمسي واحنا جينا بصينا عليه بعينينا من غير اي حاجة تحميها دايركت؟ يا ترى ده هيكون سيفتي بالنسبة لي، ولا المفروض ان انا باجي اتعامل مع اداة او
حاجة ان هي تحميني من الأشعة الضارة اللي ممكن ان هي تصل الى الايه العين. الو، اهلا وسهلا بحضرتك. الو 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 الو، الو، ممكن حضرتك بس تعالي صوت. ايه مش سبع؟ ازاي حضرتك؟ الو، الو، ازاي حضرتك يا فندم؟ ايوه مش سبع، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ منورانا. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ انا سامعاكي. بصراحة احنا معجبين بشرح حضرتك جدا، ربنا يكرم حضرتك، كفاية ذوق حضرتك، شكرا معجبين لحضرتك بشرح جدا. حضرتك جدا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، ربنا يكرمك لحضرتك، شكرا ليكي. بقول لحضرتك معجبين بشرح حضرتك جدا. اولا بس استاذن حضرتك انك حضرتك توطي التلفزيون عشان حضرتك تقدري تسمعيني. حبيبتنا في الساينس بصراحة كان صعب شوية. لا والله، ده مادة الساينس دي ممتعة، وكمان حضرتك هتستمتعي بيها اكتر لما تتفرجوا فعلا على المنصة الرقمية، وتحاولوا فعلا ان انتوا تخشوا على الفيديوهات زي ما وريتكم كده في بداية الحلقة. ولو هيبقى في وقت ممكن ان احنا نحاول ان احنا نعيد لكم الخطوات تاني. هتلاقي حضرتك ان في كمان المفروض ان هي مصادر تعليميه مختلفه جدا. يعني انت ممكن حضرتك دلوقتي تتفرجي على، ممكن حد ما عجبوش الشرح مثلا، مش قادر بقى خلاص انا اللي قدامه، لكن على المنصه الرقميه انت حضرتك بتتفرجي على الفيديو، ما عجبكيش بتتفرجي على حاجه تانية، وبتقدري كمان تقيسي مستوى طلبه حضرتك او ابنائك يعني، وتشوفي هم درجه. شكرا لحضرتك. طيب، يبقى احنا كده برضو زي ما احنا لسه اتكلمنا عن الكسوف الشمسي اللي هو السولار اكليبس، وشفنا الثلاث انواع بتاعته، وعرفنا الشادو اللي هي موجودة فيها. نعرف بقى يا ترى هل ده من السيفتي او من الامان اللي انا اجي ابص مباشرة للسولار اكليبس ولا لا؟ تعالوا نبص مع بعض. طيب، السيفتي بقى اون اوبزرفينج ذا سولار اكليبس، عشان اجي اخد حذري وانا باجي اتفرج على او اشوف الظاهره الممتعه اللي بتبقى حاضره، اللي هي بتبقى حاصله قدامي دي. وي mustn't look directly at the sun in ordinary days. ليه المفروض ان انا ما ابصش مباشره للشمس في الايام العاديه او اللي هي لما بيحصل حاجه زي كده؟ because it emits harmful rays as ultraviolet rays and infrared rays. ليه؟ لان هي it emits، بتشعلي ايه بقى؟ harmful rays، يعني اشعه المفروض ان هي ضاره. اللي هي ايه الاشعه الضاره عندي؟ هي زي الالترافايولت rays اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه، والانفراريد rays. طب لو انا بقى مش هبص عليها مباشرة من الشمس لما بيحصل حاجة زي كده، نفرض ان انا عايزة اتفرج عليها او انا في الشارع، يعني اعمل ايه؟ هتعمل ايه بقى حضرتك؟ ساعتها هتيجي المفروض ان الدكتورز ادفايز اس تو يوز سبيشال جلاسز. المفروض ان الدكاترة بينصحوك انك انت تستخدم سبيشال جلاسز، يعني المفروض ان هي نظارات بهاء. الو الو، ازيك يا بهاء؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. فاهم الدرس ولا ايه؟ فاهمه، بس انا لو عايز اخش على البرنامج اخش على موقع جوجل. حضرتك بتكتب اللينك اللي احنا عرضناه في اول الحلقة، تمام؟ احنا عرضنا في اول الحلقة كده لينك انت شفته، صح كده؟ صح. تمام، حضرتك بتكتبه. بعد ما انت بتكتبه المفروض ان انت بتعمل ايه؟ سيرش في جوجل. عادي انت بتكتب اللينك ده عادي في جوجل، تمام؟ في السيرش بار، السيرش اللي بيبقى فوق ده عندك، تمام؟ تعمل انت اول حاجة هتجي لك المنصة وتعمل الخطوات زي ما انا دربتك كده. وانت برضو لو خدت المفروض صورة للصفحة الاولانية هديك برضو ازاي تيجي تدخل، وانزل لك اللينك ده عشان تيجي تدخل عليه بسهولة. ماشي، ينفع تظهرها لي تاني عشان انا خدت بره؟ عايزني اظهر لك اللينك تاني؟ حاضر، ماشي، اظهر لك اللينك تاني. العفو حبيبي، انت تؤمر، وشرفتني جدا باتصالك، وعلى طول انا مستنية اتصالك على طول. طيب، عشان بهاء ادي اللينك تاني، وانت حاول يا بهاء انك انت تصور الشاشة
وانا هديك كده كيو ار كود برضو انك انت تقدر تخش بالصفحة، وهتلاقيني هحط لك الايه اللينك ده برضو بانك انت عشان تخش عليه مباشرة. هتستمتع كتير جدا جدا بحاجة زي كده، لان هتلاقي حاجة بتشرح السولار إكليبس مثلا، لا بتشرحها كأنك شايف حركة المون، وشايف فعلا حركة الأرض، وشايف حركة السن، وعندك مصادر متنوعة كتيرة. يعني ممكن حاجة تعرضها لك زي ما أنا بشرح لك كده، وفي حاجة تانية إن هي بتشرح لك فعلا السولار إكليبس بيحصل إزاي، والدوران بيحصل بطريقة ممتعة جدا للناس اللي هي بتحب الحاجات اللي هي مرتبطة بالفضاء، فهتبقى بالنسبة لك حاجة ممتعة جدا بصراحة. طيب زي ما انا كنت لسه بقول لكم، ان المفروض ان عشان تيجي انك انت تيجي تشوف السولار اكليبس، الدكتورز ادفايس اس بينصحونا تو يوز سبيشال جلاسز، انك انت تتعامل ب المفروض نظارات خاصة تو اوبزرف ذا سولار اكليبس، عشان انك انت تلاحظ الكسوف الشمسي. هي بتقريبا بتبقى بنفس الشكل اللي الطلبة لابسينه ده، بيبقى واضح قدامكم، فان كنتوا تتابعوا. لامار من القاهرة، ازيك يا لامار؟ الحمد لله عاملة ايه؟ الحمد لله. فاهمة الدرس ولا ايه؟ طيب تحبي تسألي اي حاجة ولا؟ انا مش فاهمة الحتة بتاعت انيولار سولار. انيولار سولار اكليبس، حاضر. حاجة تانية؟ لا حاضر هعدالك، حاضر. شكرا ليك يا لامار، وانا مبسوطة وسعيدة باتصالك بينا. طيب احنا يا لامار لسه كنا بنتكلم على حتة الانيولار سولار اكليبس. هي حتى هي مكتوب كده انيولار، يبقى ايه؟ بتبقى موجود المون في منطقة اسمها الانتمبرا. الانتمبرا حتى بدايتها ايه؟ ايه يعني احنا علمنا البارشل بتلاقيه ايه؟ 3P، تمام؟ طيب الانيولار بقى بيبقى المفروض ان لما بيكون المون بيبقى قريب من السورس، يعني بيبقى الهاير اوربت عن الارث شويه، يعني يعتبر الارث هنا عندك المون بيدور ايه؟ احنا اتفقنا بيدور حواليه، فهو بيبقى في هاير اوربت، يعني بعيد شويه عن الارث واقرب من الايه؟ الصن، تمام؟ فلما بيكون اقرب من الصن فبيكون واخد حاجز الضوء بتاع الشمس على شكل ايه؟ حلقة. بيكون على شكل ايه؟ حلقة. هي دي اللي بتكون بس بينالي، فبيديني كسوف شمسي ايه؟ حلقي. وهجيبها لك برضو بالسلايد، بس قبل ما نجيبها نبقى اخر حاجة احنا اتكلمنا عليها، انك انت لما لو هتيجي تلاحظ السولار اكليبس يبقى لازم تكون لابس سبيشال جلاسز للامر ده، لان هو بيديني الاشعة اللي هي الفوق بنفسجية والاشعة تحت الايه؟ الحمراء. عندك هنا المفروض the last solar eclipse that occurred in the Middle East and North Africa was on Wednesday في سنة 2006 تقريبا. We have to wait until August 2027 to be able to see it again. طيب احنا المفروض اخر سولار اكليبس حصل في الشرق الاوسط، حصل في 29 مارس 2006. احنا مستنيين السولار اكليبس اللي يحصل بعد كده في 2000 في اوجست اللي هو اغسطس 2027. يبقى السولار اكليبس تقريبا بيحصل كل قد ايه؟ بيحصل تقريبا 21 years and 5 months، يعني بيحصل كل 21 سنه وخمس ايه؟ شهور. خلي بالك انك انت مثلا لو عايز حاجه زي كده تعملها انت بحث ليك بقى، كانك انت تقعد تفكر، انت ممكن تبحث على بنك المعرفة عن دور العلماء في اكتشاف وتفسير ظاهرتي كسوف الشمس والخسوف، عشان تعرف ان البابليون اساسا الاوائل من زمان كانوا عرفوا ان هيحصل كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل تقريبي قبل حدوثه بعامين. بيحصل ازاي وعملوه ازاي؟ انت تقدر تعمل سيرش وتقدر تستمتع بحاجه زي كده جدا، انك تعرف هم ازاي وصلوا لحاجه زي كده، فدي ممكن تبقى ليك هتبقى حاجة ممتعة.
دي بقى المفروض التست اللي احنا عملناه الحلقة اللي فاتت تقريبا. اللي شارك فيه اول حاجة، هي الف مبروك لكل الناس اللي شاركت، تمام؟ كل الناس اللي شاركت المفروض الف مبروك ليها، لان الفكرة اساسا ان حضرتك بتشارك مش عشان انت هتمتحن، عشان تشوف نفسك انت واصل لفين. في 347 طالب قاموا بالاختبار ده، و190 طالب حصلوا على الدرجة النهائية. فانا لو جيت قلت اسماء كل الناس اللي هي حصلت على الدرجة النهائية، يبقى انا عايزة حلقتين ثلاثة. فساعتها احنا هنعمل حاجة تانية، اللي هنعمل زي بروجرام كده تاني هتقدروا تعملوا عليه تيست، بس لسه بنظبطه لكم. هيحسب اكتر ناس حصلت على الدرجة النهائية وقدرت انها تحل الكلام ده باقصى سرعة. يعني بيقيس حاجتين، الوقت وبيقيس السرعة وبيقيس الصح والغلط بتاعك. طبعا اكتر محافظة شاركت معانا كانت محافظة القاهرة، بعد كده اسكندرية، وبصراحة شاركوا ناس كتيرة جدا من محافظات مختلفة زي ما هو واضح قدامكم، وانا هنزله لكم برضو في اللينك. وكمان جالنا امتحانات من جدة بالسعودية. واخر حاجة، لو انت عايز تشوف فعلا من انك انت اخر الناس اللي حصلت على الدرجة النهائية، بتعمل برضو اسكان على الكيو ار كود اللي تم عرضه اول الحلقة، واللي هيكون فيه الفيديوهات برضو، وهتكون فيه النتيجة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معايا واستفدتوا من الدرس النهاردة، والقاكم في حلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا لكم.